اتفضل. يلا، اسم الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد. امين. سلام يا جماعة، ميعادنا النهاردة مع السر الرابع من أسرار الكنيسة اللي احنا بنعمة ربنا هنتكلم عنه. السر اللي هنتكلم عنه النهاردة هو سر التوبة والاعتراف. زي ما اتفقنا المرات اللي فاتت، بنراجع كل مرة تعريف السر الكنسي. هو عبارة عن نعمة غير منظورة ننالها من خلال ممارسة طقس منظور، والطقس المنظور ده في معظم الأحيان بيكون له مادة بتتسمى مادة السر، وهذا السر بيتم ممارسته من خلال كاهن قانوني أو كاهن مشرطا أو شرعي. وهذا السر عشان كده بيتسمى سر، لأن احنا من خلاله بننال نعمة غير منظورة أو غير مدركة بالحواس البشرية. سر التوبة والاعتراف ينطبق عليه نفس التعريف. النعمة الغير منظورة هي نعمة الحل والغفران من الخطايا اللي الإنسان قدم عنها توبة في محضر الأب الكاهن أو بشهادة الأب الكاهن. في سر التوبة والاعتراف بنعتبر ساعات إن المادة المنظورة هي المعترف نفسه، يعني المعترف نفسه بينال، بيتم تحوله، زي ما احنا بنقول مثلا في سر المعمودية إن المية بتنال قدرة الميلاد الثاني، أو في سر الميرون إن الزيت بيمنح من خلاله الروح القدس. في سر التوبة والاعتراف المعترف نفسه هو اللي بيصير في حالة صلح مع الله، أو بيصير في حالة نقاء روحي يأهله لدخول ملكوت السماء. فالمادة المنظورة هنا هو شخص المعترف نفسه اللي بينال الحل والغفران. نقطة مهمة أحب أتكلم عنها، أنا يمكن نقلت على نقطة رقم 6 اللي هي تعريف التوبة والاعتراف، لأن هنبدأ بيها وبعد كده هننتقل لباقي النقط لأنها مهمة كمقدمة. من ضمن المشاكل اللي بتصادفنا كلنا في سر التوبة والاعتراف إن في ناس بتتعامل مع السر ده على إنه سر الاعتراف فقط لا غير، وفي ناس بتتعامل معاه على إنه سر التوبة فقط لا غير، وبالتالي في الحالتين احنا بنفقد البركات الكاملة للسر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في مثلا ناس تقول لك أنا هقدم توبة أمام الله وهنسكب أمامه في الصلاة، وممكن التوبة تكون مصاحبة بالدموع، وممكن التوبة تكون مصاحبة بعزم على عدم الرجوع للخطية وعلى الإحساس بخطورة الخطية وإنها انفصال عن الله وكسر الوصايا، والإنسان يقدم توبة بس يكتفي بالمرحلة دي ويقول أنا ما فيش داعي إن أنا أروح أقعد مع أبونا وأعترف، أنا تبت أمام الله وربنا سمع صلاتي وقبل توبتي والموضوع انتهى عند كده. ده مش تعليم الكتاب المقدس. زي ما احنا هنشوف ربنا رسم لنا طريق للتوبة، ربنا رسم لنا الوسيلة والبروسيديور، يعني البروسس كده أو الأسلوب اللي من خلاله الإنسان بينال التطهر والحل من خطاياه. هو رسم أسلوب معين، وهنفهم برضه ليه ربنا بحكمته الفائقة رسم هذا الترتيب من خلال إقرار واعتراف الإنسان بذنبه بصورة جهرية في حضور الأب الكاهن كوكيل الله. لكن في نهاية الأمر اللي أنا عايز أقوله إن في طريق معين ربنا رسمه من خلاله الإنسان بينال الغفران. هذا الطريق يتمثل في التوبة كخطوة أولى ثم الاعتراف. طيب، في ناس بتاخد السر ده على إنه سر الاعتراف بس، يعني إيه بقى؟ يعني الواحد رايح جاي على أبونا، ما قعدش مع نفسه، ما حاسبش نفسه، ما عملش زي الابن الضال
لما بيحكي عنه كتاب المقدس إن هو رجع إلى نفسه وابتدى يقيم تصرفاته ويقول كم من أجير عند أبي يفضل عنده الخبز وأنا هنا أهلك جوعا أقوم وأرجع إلى أبي، ما عملش حتة التقييم دي أو حتة تصحيح المسار. وبالتالي الإنسان ما تابش، هو مجرد راح وقال على الخطايا اللي هو عملها: يا بونا أنا كذبت، شتمت، حلفت، أدنت الناس. والإنسان من جواه ما فيش أي عزم على إن هو يقلع عن العادات الرديئة دي أو الخطايا المرفوضة دي. وبالتالي الإنسان ده برضه ما بياخدش بركة السر، لأن الآباء يقولوا لنا: ليست خطية بلا مغفرة إلا التي بلا توبة. يعني الروح القدس العامل في السر هو يدرك، بطبعا لأن هو روح الله الذي يفحص كل شيء حتى أعماق الله، فروح الله يميز. ما إذا كان هذا الإنسان يأتي إلى الأب الكاهن بقلب سليم وبنية صافية وبعزم قوي على إن هو يرجع، ويمكن نتيجة الضعف البشري وكلنا تحت الضعف بيسقط، والكتاب بيقول الصديق يسقط 7 مرات ويقوم، لكن في النهاية هو إنسان وضع في قلبه إن هو يعني يعيش بطهارة، زي بالظبط لما الكتاب قال عن دانيال النبي: وأما دانيال فوضع في قلبه ألا يتنجس بخمر الملك أو أطايب مشروب. فالسر هنا يا جماعة، قبل ما ندخل في تفاصيل، لابد نخلي بالنا كويس قوي إن الكنيسة أطلقت على هذا السر سر التوبة والاعتراف. التوبة ضرورية كمرحلة أولى الإنسان بيرجع فيها إلى نفسه ويقيم مساره ويحاسب نفسه وياخد قرار إن هو هيقلع عن خطايا وضعفات، ويطلب معونة ربنا إنها تسنده في طريق التوبة. والنقطة التانية إن هو يقعد مع الأب الكاهن ويصرح بذنبه ويقر بخطيته، فالأب الكاهن يشهد على توبته ويعطيه الحل من خطاياه من خلال سلطان الحل والربط اللي السيد المسيح أعطاه في سر الكهنوت. فدي مهمة جدا. طيب ندخل بعد كده على النقطة اللي ظاهرة قدامنا في الشاشة، اللي هي المعنى الحرفي لكلمة توبة والمعنى الحرفي لكلمة اعتراف. كلمة توبة مكتوب قدامنا إنها ليها معنيين. المعنى الأول يمكن ينطبق في العربي بس، اللي هو تاب بمعنى ثاب، يعني رجع لثوابه أو رجع إلى رشده أو لصوابه، يعني معناها إن الإنسان رجع للطريق المستقيم. يمكن المعنى ده في العربي، لكن المعنى التاني المهم اللي أنا عايز أقف عنده، لأن ده معنى عميق جدا، إن التوبة متاخدة من الكلمة اليونانية ميتانوس. وكلمة ميتانوس دي اللي احنا في العربي بنخليها مطانية. وهنا هنقف شوية. كلمة ميتانوس معناها ايه؟ ميتانوس معناها ما فوق العقل. انتوا عارفين ان ساعات يقولك دي حاجات ميتافيزيقية. يعني ايه ميتافيزيكس؟ ميتافيزيكس يعني حاجات ما وراء الطبيعة، ما فوق الطبيعة، ما أعلى من قوانين الطبيعة. فميتانوس معناها ما فوق العقل، ما فوق العقل، أو معناها إن العقل ده يرجع لرشده أو يرجع لصوابه أو يرجع ليه إن هو يدرك الأمور الروحية. العقل ده يبدأ إن هو يفوق كده، زي ما الابن الضال فاق وقال ايه اللي انا فيه ده، وابتدى يدرك قد ايه هو في مرارة وقد ايه هو في حالة جوع وعري وعوز بعيد عن بيت ابوه. فالتوبة بمعناها الحرفي معناها استنارة العقل، استنارة العقل. العقل بدل ما هو عمال يفكر بس في الماديات وعمال يفكر في الأرضيات وعمال يحسبها بالورق والقلم، العقل يرتقي
ان هو يبدأ يسلك تحت سلطان الروح، يعني يبقى العقل كده كأنه منقاد بالروح والروح منقاد بالروح القدس، روح ربنا ساكن فينا. يعني انا هوضح لكم مثال على موضوع فوق العقل ده، يعني ايه ما وراء العقل. يعني اقول لكم حاجة، لو انا عايز ادي عطية معينة لربنا، عطية مادية، لو انا واحد تحت العقل مش فوق العقل، لو انا واحد تحت العقل هقول ايه؟ هقول لا، ما هو انا لو اديت من الفلوس بتاعتي، الفلوس بتاعتي بحسبة الورقة والقلم اللي يفهمها العقل هتنقص، وبالتالي انا هحتاج اكتر، وبالتالي انا دخلي هيقل. لكن الانسان لو ارتقى بالروح ان هو يطلب ما هو وراء الماديات وما هو فوق ادراك العقل المحدود، ان لما انا بدفع العشور انا كده بخسر، لا، ده الانسان اللي هو يسلك في التوبة او يسلك حسب الانسان الجديد. الانسان الجديد ده بيفكر بمنطق روحاني، مش بيفكر بالمنطق العقلي المحدود اللي يشد الانسان للارضيات. عشان كده التوبة يسموها ميتانوس. طيب هتقولوا لي ليه كلمة ميتانوس احنا خدناها وخليناها مطانية اللي هي بمعنى السجود او الانحناء؟ اقول لكم ده معنى جميل قوي، لان الاباء علمونا ان انا لما بعمل مطانية عقلي مخي بينحني للارض. الوضع الطبيعي في المطانية ان انا بسجد للارض. طب لما انا بسجد للارض ايه الحاجة اللي بتلامس الارض؟ مخي او عقلي، راسي بتلامس الارض. فمعنى كده كاني بقول لربنا يا ربي انا هخضع بعقلي وبادراكي البشري، هخضع لمشيئتك، هخضع لوصاياك، همشي حسب وصاياك، مش همشي بحسب منطق العالم، مش همشي بحسب ما يدركه عقلي وكده خلاص، لا، أنا همشي فوق العقل، أنا هسلك بطريقة تفوق الإدراك البشري. يعني مثلا واحد عايز يسلك في وصية أحبوا أعداءكم، أحبوا أعداءكم دي فوق العقل، مين يقدر يستوعب كلمة أحبوا أعداءكم؟ أو مين يقدر يستوعب كل من سألك فأعطيه؟ أو مين يقدر يستوعب بارك ولا تلعنه؟ أو مين يقدر يستوعب باركوا لعينيكم؟ وهكذا. فالتوبة، التوبة بمعناها الحرفي معناها إن الإنسان بيصحح مسار عقله، بيصحح مسار عقله، زي ما الكتاب قال تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. يعني إيه تجديد الذهن؟ يعني الذهن اللي هو كان بيحسبها والورقة والقلم، كان بيحسبها بمنطق الأرض، كان كل تفكيره محصور في الماديات والممتلكات والألقاب والشهرة والمجد الباطل وكل الحاجات الأرضية الزائلة دي، لا، ده هو واحد ابتدى بقى يسلك في إنه هو لا يحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، خلاص ابتدى يسلك إنه هو يعمل فيما للروح. عشان كده التوبة برضو من ضمن تعريفاتها الجميلة إنها تغيير الاتجاه أو تصحيح الاتجاه. يعني الواحد ماشي في اتجاه غلط، قعد مع نفسه وحاسب نفسه ولقى ان في حاجة مش مظبوط، انا النقطة دي عندي انا ماشي فيها غلط، الخطية دي مش هتوصلني للسماء، الانحراف اللي انا فيه ده ممكن ان هو يبعدني عن طريق الملكوت، فبالتالي بالتوبة يرجع يصلح اتجاهه ويصلح الفكر بتاعه للاتجاه السليم. التوبة زي ما مكتوب عندنا هنا هي جوهر الاعتراف، يعني التوبة هي أساس الاعتراف، زي ما بيقول اعتراف بدون توبة يساوي صفر. يعني الإنسان لابد إن هو نمرة واحد يتوب، ونمرة واحد يقرر إن هو في حاجة غلط وينسكب أمام الله ويقول له يا رب اديني معونة ان انا اقدر اغير اتجاهي او ان انا اعدل السلوك الفلاني اللي انا بعمله، لان ده مش سلوك ابناء الملكوت،
ده مش هيوصلني للسماء. على فكرة الآباء كانوا قالوا تعبير عجبني قوي عشان أنا بحب شوية الرياضة، كانوا قالوا تعبير لطيف قوي، قالوا لو أنتوا شفتوا كده خط مستقيم، الخط المستقيم بيبقى ماشي ما فيهوش أي زاوية انحراف، مش كده؟ بيبقى خط مستقيم كده عمودي، تمام؟ الآباء يقولوا لنا إن لو الخط ده انحرف زاوية صغيرة خالص، مش لازم تبقى زاوية كبيرة 50 درجة ولا 40 درجة، لو انحرف درجة أو درجتين ممكن على مسافة طويلة يلاقي الإنسان نفسه في حتة تانية خالص غير الحتة اللي المفروض يكون ماشي فيها لو هو ماشي في الخط المستقيم. عشان كده التوبة هي عملية مستمرة، هي تجديد مستمر، الإنسان على طول يبدأ يخاف على نفسه، لأن أنا لو خطية صغيرة ممكن الواحد يفضل تكبر تكبر معاه زاوية انحراف صغيرة، يلاقي نفسه على مدى العمر لقى نفسه في نهاية حياته على الأرض إن هو في حتة تانية خالص غير سكة السماء. التوبة على فكرة هكمل نقطة مهمة هنا، ودي مهمة جدا في المفهوم الأرثوذكسي يا جماعة. التوبة مش عملية بتتم مرة واحدة، لأن كتير احنا بنتصور إن التوبة بالمعنى العالمي معناها إن فلان مثلا كان بيسرق وبعدين دخل السجن، فبعد ما خرج من السجن بيسألوه ها أنت عامل إيه دلوقتي؟ قال لهم لا أنا توبت خلاص. فالناس بتعتقد إن التوبة هي حاجة وان أوف، يعني الواحد خلاص تاب ما خلصنا يعني ما فيش حاجة. لا، التوبة هي ببساطة جدا إن الإنسان بيقيس نفسه على وصية ربنا اللي بتقول كونوا كاملين لأن أباكم الذي في السماوات هو كامل، كونوا قديسين لأن أباكم الذي في السماوات هو قدوس. الإنسان بينمو في التوبة إلى مقياس ملء المسيح زي ما قال معلمنا بولس الرسول. فالتوبة مش عملية وان أوف. الآباء دايما يشبهوا تشبيه بيعجبني قوي في الموضوع، يقول لك أنت لو قاعد في أوضة الإضاءة بتاعتها ضعيفة جدا، والثوب اللي أنت لابسه فيه بقع بدرجات مختلفة وبأحجام مختلفة، لو أنت الإضاءة ضعيفة هتقدر تدرك البقع الكبيرة الموجودة في الثوب وبالتالي هتبدأ تنتبه ليها، ولكن لو إضاءة أكبر تم تسليطها على الثوب ده حتى لو خلاص خلص من البقعة الكبيرة هتبدأ تنتبه للبقع الأصغر وهتبدأ تنتبه للبقع الأصغر، وهكذا الإنسان بيعتبر إن التوبة هي مسيرة العمر كله. الإنسان بيفضل طول حياته يقول لربنا قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدده في أحشائي. التوبة مش زي ما ساعات اخواتنا البروستانت مع كل الاحترام ليهم ساعات يترجموا التوبة اللي هي بمعنى ايه، خلصت يا اخ فلان انت خلاص خلصت، احكي لنا قصة التجديد بتاعك، احكي لنا قصة الشهادة بتاعتك. لا، احنا في المفهوم الارثوذكسي، وقداسة البابا شنودة الثالث الله يناح نفسه على فكرة عمل كتاب عن حياة التوبة والنقاوة، واتكلم فيها عن مفهوم التوبة إنها عملية مستمرة، الإنسان عمال ينظف نفسه وعمال ينقي نفسه عشان بعد عمر طويل لما الإنسان تنتهي حياته على الأرض ربنا يبص لنفسه كده ويلاقي إنها زي ما بيقول في سفر النشيد معطرة بالمر واللبان وكل أذرة التاجر. واحد كده نظف نفسه، نما في حياة الفضيلة، بعد عن كل الرذائل، بقى فعلا ابن لربنا مشابه لصورة ربنا يسوع المسيح الابن الوحيد. فده معنى التوبة. طيب ايه معنى الاعتراف؟ الاعتراف هنا محطوط قدامنا معاني للاعتراف غير المعنى اللي احنا نقصده في سر الاعتراف. المعنى الاولاني هو ان انا اعترف بالمسيح، طبعا اللي هو بمعنى الايمان، فده المعنى الأول لكلمة اعتراف.
المعنى الثاني الشكر، زي في المزمور بتاع اشكروا الرب لأنه صالح وإن للأبد رحمته، أو اعترفوا للرب لأنه صالح وإن للأبد رحمته. فمعناه هنا الشكر ربنا، ده برضو زي ما بيقول اعترفوا لإلهنا بالكثارة، يعني اشكروا ربنا وسبحوا اسمه. ساعات برضو بتبقى معناها الاعتراف بمعنى التسبيح لاسم ربنا. لكن المعنى الثالث اللي هو نقصده هنا هو معناه الإقرار بالخطية. الإنسان بيشهد على نفسه وبيدين نفسه في محضر الأب الكاهن اللي هو وكيل الله، كشاهد على توبة هذا الإنسان، وشاهد على رغبة هذا الإنسان في إن هو يصحح مساره ويترك حياته القديمة. فالمعنى اللي احنا نقصده طبعا هنا في سر التوبة والاعتراف، إن الإنسان في الاعتراف يقر بذنبه، زي ما الكتاب المقدس بيقول من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. فهو معناه الإقرار بالخطيئة. طيب هنيجي بقى للنقطة اللي دايما بتتقال في موضوع القسم الثاني من أو الشق الثاني من سر التوبة والاعتراف، وهو موضوع الاعتراف. طبعا احنا كلنا اعتقد متفقين جدا ان ما ينفعش الواحد ما يقدمش توبه. التوبه هي اساس المغفره، وربنا بينظر لقلب الانسان وبينظر لعزمه واقراره بان هو ماشي في سكه بعيده عن سكه الملكوت، وعايز يرجع تاني يلبس الثوب الابيض اللي هو لبسه في المعموديه، فعايز يختسل من خطاياه وعايز يرجع لحياة النقاوة وحياة البر اللي هو كان عليها لما خرج من جرن المعمودية طاهر ونقي. ولكن النقطة اللي هي دايما بيثار حواليها أسئلة هو موضوع الاعتراف ده. يعني ناس كتير بتثير أسئلة من نوعية طب ما هو الأب الكاهن أو الأب الأسقف أو حتى الأب البطرك ما هو إنسان زي زيه، طب وإيه معنى أن أنا أروح وأعترف بالخطية؟ طب وإيه لازمة أن أنا أروح وأقر بالخطية بتاعتي للأب الكاهن؟ والموضوع ده بيبقى محرج، وأنا بخجل من أن أنا أروح أقعد مع الأب الكاهن، ويعني وناس برضو بتقول كلام من نوعية طب ما هو يمكن الأب الكاهن يعني أنا هقول له أسراري الخاصة وكده وممكن يقولها والكلام ده كله. طبعا الكلام ده كله احنا هنتكلم فيه في موضوع الاعتراف، لأن الموضوع ده موضوع مهم جدا يا جماعة، لأن زي ما قلت في البداية هو ده الدستور أو هو ده السيستم أو النظام اللي ربنا يسوع المسيح وضعه من أجل نوال الغفران. فأنا أو أنت وإحنا خطاه ومحتاجين للغفران، لو إحنا ما سلكناش في هذا الطريق اللي رسمه ربنا يسوع المسيح بنفسه بمنتهى الوضوح في الكتاب المقدس، كده في خطورة شديدة علينا. يعني عارفين الموضوع ده زي إيه؟ هوضح لكم. زي واحد مثلا معترض على نظام الثانوية العامة، ماشي؟ معترض على نظام الثانوية العامة، وانا ايه لازمة ان انا لو انا مثلا عايز ادخل كلية طب، ايه لازمة ان انا اقعد ادرس رياضة، او ايه لازمة ان انا ادرس انجليزي، ويقعد بقى ايه يتفلسف ويحط اسباب ويعترض على النظام، ويقعد بقى يقول المفروض ومش المفروض. طب حبيبي في نهاية الامر لو انت كطالب ضيعت الوقت فإن أنت عمال تعترض على السيستم وعمال تتفلسف وتقول المفروض ومش المفروض وليه وعشان إيه، ما هو أنت في النهاية مش هتحقق هدفك اللي أنت عايزه، وهو دخول كلية معينة أو الوصول لهدف معين. السيستم موضوع بهذا الشكل، حتى لو أنت يعني احنا هنحاول نتكلم في الموضوع ده، لكن انا قصدي اقول حتى لو انت مش مدرك 100% ايه معنى السيستم وايه ضرورته وهو محطوط كده ليه وايه الهدف منه، بس في النهاية هو ده الطريق اللي الحكومة او البلد رسمته للناس
من أجل أنها تدخل كليات معينة. تمام؟ فبنفس المنطق يعني سر التوبة والاعتراف ربنا نفسه رسم له نظام إن الإنسان يتوب ويعترف، وزي ما السيد المسيح قال مرتين في إنجيل لوقا: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون، وزي ما معلمنا بطرس الرسول قال في يوم 50: توبوا لتمحى خطاياكم لتأتي أوقات الفرج من عند الرب، توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا. فإذا ده جزء اللي هو التوبة، والجزء الثاني اللي هو الاعتراف، فده السيستم. فبالتالي انت عايز تنال الغفران، هتنال الغفران بالتوبة كخطوة أولى وبالاعتراف كخطوة تانية. ايه فلسفة الاعتراف وايه القصد الإلهي من وضع الاعتراف؟ هنفهمها مفيش مشكلة، ولكن في النهاية تاني وتالت هو ده السيستم، فلازم نسلك فيه من أجل أن احنا ننال أعظم عطية ممكن إنسان ينالها على الأرض، إن هو تغفر خطاياه وبالتالي يرجع تاني مرة يلبس ثوب المعمودية الأبيض اللي يأهله إن هو يستحق لدخول ملكوت السماوات. طيب إيه فين موضوع الاعتراف ده؟ زي ما في ناس كتير بتعترض على موضوع الاعتراف، هل الموضوع ده فيه شك مثلاً؟ هل الموضوع ده ممكن يعني نلاقي له مخرج؟ بصراحة السيد المسيح بنفسه بفهمه الإلهي الطاهر اتكلم في الموضوع ده بشكل زي ما انتوا شايفين كده لا يضع مجال للشك. يعني قال لتلاميذه قبل القيامة: الحق أقول لكم. السيد المسيح دايما لما يقول الحق أقول لكم معنى كده ان في حاجة بعدها مهمة جدا تستدعي التنبيه الانتباه والتركيز. قال للتلاميذ وما قالش لحد تاني، ما قالش لعامة المؤمنين عشان برضو الناس اللي هي بتقول ان الموضوع ده عام، لا هو وجه كلامه فقط للتلاميذ وقال: كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلون على الأرض يكون محلول في السماء، اللي هي متى 8:18 آية يا ريت نحفظها. وقال الكلام ده بصفة خاصة لبطرس كواحد برضو من التلاميذ في متى 16:19. وبعد قيامته زي ما اتكلمنا قبل كده ظهر من ضمن ظهوراته الخاصة جدا للتلاميذ في العلية ومش لعامة المؤمنين زي ما حصل في يوم 50. ظهر ظهور خاص للتلاميذ في العلية ونفخ في وجوههم وقال لهم: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه تغفر له ومن أمسكتم خطاياه أمسك. ودي اللي احنا بنقولها في الاسمة بتاعت القيامة والخمسين المقدسة. فبالتالي ده في يوحنا 20 من 21 ل 23 في ظهور السيد المسيح لتلاميذه في العلية بعد القيامة. يبقى واضح جدا ان السيد المسيح بنفسه وهو صاحب الغفران اعطى توكيل. عارفين في الانجليزي في كلمه اسمها delegation او delegation of authority. يعني ايه delegation of authority؟ يعني انا ليا سلطان معين، ليا سلطان معين واعطيت هذا السلطان لواحد بسميه الديليجيت او الوكيل. ف السيد المسيح أعطى توكيل الغفران بشكل واضح جدا للآباء الرسل من خلال الآيات اللي احنا بنقولها. أنا هقول لكم حاجة مش موجودة هنا عجيبة قوي في موضوع سلطان الكهنوت. انتوا عارفين في أعمال 9 قصة ظهور السيد المسيح لشاول الطرسوسي، لما السيد المسيح بكل بهاء وظهر بنور عظيم ليه، فشاول الطرسوسي سقط على وجهه وقال له: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فلو احنا ما قريناش بره بقية الفصل بتاع أعمال 9 هنقول أكيد السيد المسيح رد على بطرس وقال له: أنت الآن يا بطرس ستصير إناء مختار لي، اذهب واكرز للأمم وكل الكلام ده. في الحقيقة السيد المسيح قال رد عجيب قوي، قال له: اذهب داخل مدينة دمشق هتلاقي واحد اسمه حنانيا هيقول لك ما ينبغي أن تفعل. ودي حاجة عجيبة جدا، يا رب ده أنت ظهرت بنفسك لبولس الرسول
ما تعطيه الحل من خطاياه، ما تقول له أنت صرت رسول. في الحقيقة إن السيد المسيح لم يمنح شاول الطرسوسي سر المعمودية، ولم يمنح شاول الطرسوسي سر الكهنوت. نلاقي في أعمال 9 إن لما أرشدوه وراح لحنانيا، حنانيا سمع توبة وإقرار شاول الطرسوسي، وبعد كده قال له: أيها الأخ شاول، لماذا تتوانى؟ قم واعتمد واغسل خطاياك. الله، يعني ما كانش كفاية إن السيد المسيح بنفسه ظهر لشاول الطرسوسي كان يعطيه هذا الحل والغسيل من خطاياه؟ طبعا كان ينفع، بس السيد المسيح أراد إن هو يظهر كرامة الكهنوت والسلطان الرسولي المعطى للكهنوت، لأن حنانيا ده زي ما التقليد بيقول كان هو أسقف مدينة دمشق، فبالتالي هو من الرسل واخد السلطان إن هو يمارس الأسرار المقدسة، فهو اللي قام بمعمودية شاول. أكتر من كده، رغم إن السيد المسيح قال لحنانيا إن شاول ده هيبقى إناء مختار ليه، قال إن إحنا نقرأ في أعمال 13 إن الرسل اجتمعوا وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس: افرزوا لي برنابا وشاول العمل الذي دعوتهم إليه. فحينئذ صاموا وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي ثم أطلقوهما. يعني سر الكهنوت لم يمنحه السيد المسيح مباشرة لبطرس الرسول، ولم يمنحه الروح القدس مباشرة لبولس الرسول، ولكن تم الموضوع ده من خلال الآباء الرسل اللي هم أمناء أو وكلاء على الأسرار، وبالتالي هم اللي أعطوا للناس الموضوع ده. حتى الموضوع ده على فكرة يا جماعة في الكنيسة الأولى، في الكنيسة الأولى نسمع الموضوع ده في أعمال 19 18 إن هو كان كثيرون من الذين آمنوا يأتوا إلى الرسل مقرين ومخبرين بأفعالهم. يعني في الكنيسة الأولى ده وضع كان موجود في سر في سفر أعمال الرسل، وآية مشهورة قوي أعمال 19 18 بيبان فيها إن من العصر الرسولي كان المؤمنين بيمارسوا سر التوبة والاعتراف أمام وكلاء الله اللي هم الآباء الرسل بواسطة السلطان الممنوح ليهم من ربنا. تمام؟ طيب هنا في نقطة عايز أتكلم فيها. هنا بيقول في العهد الجديد الآية اللي أنا لسه قايلها لكم، وبيقول برضو: اعترفوا بعضكم لبعضا بالزلات في رسالة يعقوب، صلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. وبيقول: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. يمكن في البعض بيقول إن اعترفنا بخطايانا مقصود بيها إن احنا نعترف أمام الله وهو أمين وعادل. يمكن برضو اعترفوا بعضكم لبعض، ساعات اخواتنا البروستانت بيترجموها ان معناها ان احنا نحاول ناخد ارشاد روحي من بعض، يعني نحاول ان احنا كده ناخد رأي بعض. ولكن الآية الأولى فعلا واضحة جدا ان كثيرون من الذين آمنوا كانوا بيأتوا للرسل مقرين ومخبرين بأفعالهم علشان ينالوا الغفران. طبعا كتابات آباء الكنيسة كلها زي الآباء المذكورين هنا كلهم بيتكلموا على سر الاعتراف وإن هو كان بيطبق. على فكرة أنا عايز أقول لكم حاجة مش موجودة هنا بس كلكم تعرفوها، في قصة القديس موسى الأسود. القديس موسى الأسود عاش في القرن الرابع الميلادي، كلنا عارفين القصة المشهورة بتاعت إن موسى الأسود قعد قصاد القديس مقاريوس الكبير فأول مرة كان بيعترف بيها، والقديس مقاريوس شاف ملاك والملاك كان بيبيض اللوح الأسود بتاعه، وفي النهاية لما موسى الأسود أكمل اعترافه قال له: أنت يا موسى دلوقتي صرت كلك أبيضا لا يوجد فيك شيء أسود. نعرف القصة دي وموجودة ببستان الرهبان. نعرف برضو عن القديس موسى الأسود إن هو بعد كده لما بقى أب اعترافه القديس إيسيزوروس، نعرف من بستان الرهبان إن هو في ليلة واحدة راح يعترف 13 مرة للقديس إيسيزوروس بنفس الخطية،
لأن كان في البداية الشياطين بتحاربه بشدة، فبالتالي كان بيروح كل شوية لأب اعترافه، لدرجة إن القديس إيسوزوروس بعد المرات الكتيرة دي الشيطان ظهر بشكل صعب كده وقال له إني لا أعود أحارب موسى بعد لئلا يصير له إكليل بسبب جهاده. فبالتالي تاريخ الكنيسة معروف يا جماعة قصة القديسة بائسة اللي احنا بنحتفل بعيد نياحتها في 8 أغسطس لسه الشهر اللي فات. قديسة بائسة معروفة إنها اعترفت قدام القديس يوحنا القصير، وبعد كده ربنا قبل توبتها واعترافها قدامه وتنيحت في نفس الليلة وصارت ليها مكانة عظيمة في السماء. فإذا السنكسار وكل كتب تاريخ الكنيسة بتشرح لنا إن ممارسة سر التوبة والاعتراف من خلال الاعتراف على أب كاهن وكيل لله بيتم من خلاله الإقرار بالخطايا، ده شيء موجود من القرون الأولى ومارسته الكنيسة كطقس حي في الكنيسة. النقطة اللطيفة هنا جداً إن برضو مذكور عندنا في المذكرة إن حتى العهد القديم، عشان ربنا هو أمس واليوم وإلى الأبد، فمن العهد القديم من أول أيام الذبائح في عهد موسى كان الإقرار والاعتراف الجهري أمام الأب الكاهن أمر معروف لنوال الغفران. فكان الشخص اللي بيخطئ زي ما مكتوب قدامنا في سفر اللاويين كان بيجيب خطية، وكان بيجيب سوري ذبيحة، وكان بيقر بما أخطأ به أمام الكاهن اللي هو وكيل الله، كان بيحط إيديه على ذبيحة فربنا ينقل خطية هذا الإنسان على ذبيحة فيكفر عن الذبيحة بتاعت هذا الإنسان. زي بالظبط يا جماعة الموضوع ده مهم جدا، لما أبونا بيدينا الحل في نهاية سر الاعتراف أبونا كأنه بالظبط، انتوا عارفين لما أبونا بيحط الصليب على رأسنا، انتوا عارفين معنى الموضوع ده إيه؟ معنى الموضوع ده وكأن الخطية بتاعتي بتنتقل مني إلى السيد المسيح، حمل الله المسبوح على الصليب من أجل خطية العالم كله. شفتوا المعنى ده؟ يعني كأنكم تتخيلوا المسيح المصلوب على الصليب، أبونا لما بيحط الصليب على راسي كأنه بيقول لي الرب نقل عنك خطيتك لا تموت، زي ما حصل في القصة بتاع داود ونثان النبي. فخطيتي أنا لأنها خطية موجهة لله الغير محدود، والسيد المسيح هو ابن الله المساوي لي في الجوهر اللي رفع خطايا العالم على الصليب، فبالتالي أنا بنال استحقاق الغفران من خلال أن خطيتي دي بيحملها السيد المسيح حامل خطية العالم، وبالتالي بيرفع عني خطيتي أو بينقل عني ذنبي، زي ما أنتوا شايفين هنا في القصة بتاعت نثان لما اعترف داود أمام نثان، فنثان قال له الرب أيضا قد نقل، مش غفر، الرب نقل، يعني الخطية بتنتقل من الخاطي إلى ربنا يسوع المسيح، حمل الله ابن الله الوحيد اللي هو قدم كفارة غير محدودة عن خطايا البشر في جميع العصور. نلاقي الموضوع ده زي ما انتم شايفين برضو في سفر اللاويين، نلاقيه في القصة بتاعت عخان بن قرمي لما يشوع قال له اعترف للرب واخبرني عن خطيته. وطبعا الآية الجميلة اللي موجودة في سفر الأمثال اللي بتقول من يكتم خطاياه لا ينجح ومن يقر بها ويتركها يرحم. طبعا في كلام كتير في المذكرة عن موضوع الاعتراف أمام ربنا وعن موضوع الإرشاد الروحي، لكن أنا بس عايز أحاول يعني عشان ما أطولش عليكم المذكرة أو الموضوع هيبقى موجود عندكم على جروب الواتساب، أنا بس عايز أعلق في النهاية على جزء يمكن مش موجود بوضوح في المذكرة وهو شيء عملي، لأن زي ما اتكلمنا قبل كده في موضوع اللاهوت العقيدي مهم قوي قوي إن احنا نفهم الأساس العقيدي للعقيدة اللي احنا مؤمنين بيها، نفهم الأساس الكتابي
والأساس التاريخي، ونفهم إن الممارسة اللي بتمارسها كنيستنا دي هو إيمان الكنيسة من القرون الأولى وهو تعاليم الكتاب المقدس. ده شق مهم جدا في اللاهوت العقيدي، إن احنا ما نكونش متزعزعين. يعني لما حد يقول لي يا عم هو الاعتراف ده لازمته إيه، نطلع له متى 8 18 يوحنا 20 22، نطلع له القصة بتاعت شاول الطرسوسي وحنانيا، نطلع كل الشواهد اللي اتكلمنا عنها اللي هي بتتكلم عن ممارسة سر الاعتراف حتى من العهد القديم كوسيلة لنوال الغفران. لكن إلى جانب الشق العقيدي في اللاهوت العقيدي، يا ريت إن احنا ناخد بقى إيه؟ شق روحي. يعني أنا هقول لكم حاجة، إيه الهدف أو إيه يعني المعنى إن أنا أبقى واحد أقدر إن أنا أثبت بكل البراهين والأدلة القاطعة على ضرورة ممارسة الاعتراف على يد الأب الكاهن، وأنا في النهاية ما بمارسش سر الاعتراف؟ إيه الفايدة؟ يعني عارفين الواحد ممكن يتحول زي الكتبة والفريسيين المرائين اللي ربنا أعطاهم الويلات بعيد عنكم، وهم كانوا حافظين العهد القديم صم، ولكن مش بيمارسوا اللي هم بيقولوه. فيهمنا، هختم بس في دقائق بسيطة كده بنقطة عملية يعني نحاول نتكلم فيها عن سر الاعتراف كممارسة عملية. سر الاعتراف كممارسة عملية يا ريت كلنا نحرص على ممارسته، لأن السر ده فعلا سر بيعمل فيه الروح القدس بقوة زي باقي الأسرار، وبينال فيه الإنسان بركات كتير. أول حاجة بس عايز أتكلم عنها في النقطة دي، حتة الخجل في الاعتراف، لأن في ناس كتير قوي بتتكلم عن موضوع الخجل ده، ولا يمكن وأنا ما أقدرش الكلام ده كله. عايز أقول لكم كذا نقطة الآباء قالوها في موضوع الخجل ده، يمكن الواحد يعني يقدر يشجع نفسه بيها. نمرة واحد، الآباء قالوا لنا إن الخجل في الاعتراف أمر مفيد جدا، لأن الإنسان بيدرك بيه إن هو أخطأ أمام ربنا، وبالتالي بيخجل نتيجة إن هو بيعترف قصاد إنسان إن هو يصرح بهذا الأمر، لأن الإنسان ساعات في الخطية يبقى حضور ربنا مش واضح في حياته، فبالتالي الإنسان ممكن وجود إنسان زيه يخليه إيه، يخجل شوية من إن هو يكرر نفس الخطأ، لأن هو بيفتكر أنا المرة اللي فاتت كنت خجلان قوي قوي وأنا بقول الموضوع ده قصاد أبونا، ويعني أبونا قال لي حاول ما تكررهوش. فبالتالي الموضوع ده ممكن يبقى دافع قوي جدا إن الإنسان يخجل من تكرار الخطية لئلا يتكرر خجله ويتكرر خزيه عند إقراره بيها. دي نقطة. النقطة التانية، إن الآباء علمونا حاجة جميلة قوي، قال لك أنت لو حاسس بالخجل قارن بين هذا الخجل اللي أنت هتخجله النهاردة وهتنال من خلاله الغفران باعترافك بخطيتك أمام إنسان واحد، وبين بعيد عنكم كلكم الخجل اللي ممكن الإنسان يحس بيه لما يقف في اليوم الأخير قدام كرسي المسيح، قدام محفل الملائكة والقديسين، وقدام كل المؤمنين، وتفتح الأصفار وتكشف الأفكار. يا ترى الإنسان يبقى بقى خجله وخزيه شكله إيه؟ فالإنسان لو بيخجل يبكت نفسه ويقول لنفسه أنا إذا كنت خجلان دلوقتي وأنا هروح أقعد مع أبونا بيني وبينه ومحدش سامعني، وأبونا هيديني كمان الحل والغفران، في اليوم الأخير خجلي هيبقى شكله إيه؟ ومش هنال الغفران، لأن هيكون زمان التوبة عدى وبقينا في زمان الدينونة. فالإنسان يفكر نفسه بالنقطة دي برضو. نقطة مهمة تانية في موضوع الخجل، إن الإنسان يحول الخجل ده لدافع إيجابي، زي ما قلنا إن أنا هحسن نفسي أكتر من كده، أنا هحاول إن أنا أبطل الخطية دي لأني أنا مش عايز أحس بنفس إحساس الخجل اللي أنا حسيت بيه.
الآباء كمان يقول لنا نقطة تانية، يقول لنا تعبير لطيف، يقول لنا الخطية عاملة زي الحية المختفية أسفل حجر. لو أنت مجرد رفعت الحجر ده اللي الحية مستخبية تحتيه، الحية دي هتختفي وتهرب، مش هتقعد في مكانها. فكأن الآباء يقولوا لنا لما أنا بقر بخطيتي كأني بكشف نفسي في نور المسيح، وبالتالي الشيطان بيهرب والأفكار بتهرب. وياما الواحد جرب إن هو ممكن يكون فكر تعبه أو خطية تعباه، وبنعمة الروح القدس العاملة في سر التوبة والاعتراف، بمجرد ما الإنسان يجاهر ويكسر نفسه، ويعني يكسر ذاته ويعترف بخطيته، وبالتالي يلاقي الخطية دي والحروب الشيطانية دي ابتدت إنها تزول عنه، نتيجة إن الشيطان هرب من خلال إقرار الإنسان بخطيته في حضور الأب الكاهن. فياريت إن احنا ناخد بركة السر العظيم ده. السر العظيم ده يقول لنا عنه الآباء، كنت سمعت كلمة لطيفة هختم بيها من الأنبا موسى أسقف الشباب، كان بيقول إن سر الاعتراف أو سر التوبة والاعتراف بمعنى أدق، بننال من خلاله الحل والحل، الحل والحل. بننال الحل من خطايانا من خلال التوبة عنها والإقرار بيها في حضور الأب الكاهن كوكيل الله وكشاهد على التوبة، وفي نفس الوقت بننال الحل. يعني الواحد عنده مشكلة معينة، عنده يعني عايز ياخد مشورة في موضوع معين، احنا بنثق ونؤمن من خلال عمل الروح القدس في هذا السر الرهيب، هذا السر العظيم، بنؤمن ان الله يضع على لسان الاب الكاهن الحل المناسب، ويعطي ارشاد للاب الكاهن ان هو يعطي للمعترف ما يناسبه من تدريبات روحية، ما يناسبه من للحلول للمشاكل اللي هو ممكن بيتعرض ليها في حياته. فهذا السر سر عظيم، ننال من خلاله الحل وننال من خلاله الحل. عايز أختم بنقطة صغيرة خالص عن أبونا ميخائيل إبراهيم، وهو من الآباء القديسين اللي عاشوا في عصرنا، وعلى فكرة في فترة من الفترات كان هو أب الاعتراف لمثلث الرحمات البابا شنودة، وده يوضح لنا إن كل واحد في الكنيسة طبعا له أب اعتراف حتى لو كان البطرك. أبونا ميخائيل كان كأب اعتراف دايما يقول للمعترفين لما يقولوا أي خطية، يقول لهم حبيبي ربنا يحللني ويحلك، ربنا يغفر لي ويغفر لك، ربنا يسامحني ويسامحك. فهو ببساطة قلب وبشعور بأن كلنا بشر تحت الضعف البشري، فأحنا كلنا محتاجين للتوبة، وكلنا محتاجين للإقرار بخطايانا، وكلنا محتاجين لتصحيح مسارنا للسماء. فالواحد يشجع نفسه أنه هو من خلال هذا العمل البسيط ومن خلال إقراره بالخطية أمام وكيل الله الأب الكاهن، بينال غفران من خلاله يتمتع بميراث ملكوت السماوات. فإيه الخجل قصاد الميراث العظيم اللي الواحد بياخده، والنعمة الجبارة والحياة الأبدية اللي هو بينال ميراثها من خلال تطهره من خطاياه. ربنا يدينا إن احنا ناخد بركة سر التوبة والاعتراف، نحاول في الوقت اللي ربنا ادانا فيه ده اللوك داون، والوقت اللي احنا ممكن نقعد فيه لوحدنا كده ونلاقي وقت كتير بعيد عن الفسح والسهر والخروجات والحاجات الكتيرة اللي كانت بتاخدنا، يمكن تكون فرصة ربنا حطها ان احنا نقعد مع نفسنا، نحاسب نفسنا، نصحح مسار التوبة، وفي أقرب فرصة ربنا يرتب ان احنا نقدم إقرار أمام أبونا بخطايانا، فننال الغفران والحل. لإلهنا المجد الدائم للأبد، آمين. لو في أي سؤال يا جماعة، أنا عايز بس أقول نقطة. ربنا عودك عاطف فيري نايس كتر خيرك برضو. يعني حتة الاعتراف في حد ذاتها
لأبونا، دي بتبقى حاجة مريحة للنفس، تبقى حاجة مريحة للنفس. ياما ناس تيجي تقول لما تعترف كده تقول لك يعني أنا إيه، كأن في حاجة كده كانت على صدري وإيه وارتحت منها، حمل على صدري وارتحت منه. فحتى من الناحية النفسية الإنسان محتاج يفضفض، يفضفض، يفضفض بأتعابه ويفضفض بالحاجات اللي مضايقاه، لأن الخطية ما فيش شك بتبقى حمل على الإنسان. فحتى كلنا بنشعر يعني لما بنروح نعترف ونخرج من قعدة الاعتراف قد إيه الإنسان بيحس كده إن هو خفيف، يعني شال من على عاتقه حمل ومن على نفسه حمل وحس براحة كده وحس إن هو اتصالح مرة تانية مع ربنا يعني. فدي حاجة حتى هلسي يعني، حتى نفسيا، نفسيا. عشان كده فعلا زي ما قلت الآية اللي في سفر الأمثال اللي بيقولها سليمان: من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. فلما الإنسان بيقر بخطيئتها، أولا لما حتة الإقرار دي معناها إن أنا رافض الحاجة من جوايا وعايز أخرجها. لو أنا كاتمها جوايا معناه إن أنا مبسوط بيها وعايزها تفضل، لكن فكرة إن أنا بأقر بيها إن أنا دي حاجة جوايا تعباني وعايز إيه، عايز أخرجها من برايا، أطلعها من جواي. فبالتالي زي ما إنسان كده يبقى جواه في فيروس ولا في حاجة غريبة على جسمه وعايز يطردها، الجسم ما يبقاش مرتاح ويبقى بالعكس ده يبقى مريض. أول ما الجسم كده يعني المناعة اللي فيه تقوى وتقدر تطرد الميكروب ده الجسم يرتاح. فهي كده يعني، يعني حتة إن أنا بروح أقعد مع أبونا كأب ليا بيحبني عايز يديني إرشاد زي ما عاطف قال في الآخر إن هي حل وحل، بيديني إرشاد، بيديني نصيحة، بيصلي. أهم حاجة إن أبونا بيصلي، دي حاجة مهمة أوي. أبونا بيصلي قبل ما نقعد في سر الاعتراف، زي أي سر أبونا بيمارسه بيصلي قبليه، بيطلب من ربنا إن هو يعني يكون حاضر وهو اللي يعمل في هذا السر. فقوة الصلاة وقوة إن أبونا يعني بيطلب من خلال الصلاة عمل ربنا في هذا الإنسان مفيش شك يعني تبقى ليها بركتها. لو في أي أسئلة يا جماعة تحبوا تسألوها اتفضلوا. مفيش أي حاجة أسئلة في دماغكم بالنسبة للموضوع ده؟ أنا يا أبونا كنت عايزة أسأل سؤال. اتفضلي يا حنين. هو لازم وقت الاعتراف يا أبونا عشان وقت الكاهن؟ كان حد قال قبل كده إن إحنا بس نقول على الخطايا بس، يعني نقول زي كأنها رؤوس مواضيع، أنا عملت كذا 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 وخلاص، ما ندخلش في تفاصيل. طب لو حد مثلا عايز يحكي حاجة غير أعداء. الخطية مثلا أو شوية تفاصيل، ده ينفع ولا بس نكتفي بالحاجات اللي هي زي رؤوس المواضيع كده وخلاص عشان وقت أبونا؟ يعني الواحد يقول الحاجة اللي تعبان، بس نخلي بالنا في ناس تحب بقى تخش في تفاصيل التفاصيل، وقال لي وقلت له ومش عارف ايه، ويقعد يدخل. يعني الواحد يقول الحاجة اللي تعبان بس برضه باختصار، يعني من غير، ما فيش شك ان انا اي حاجة تعباني محتاج ان انا اطلعها اقولها، مفيش مشكلة. وابونا يعني عمر ما ابونا بيقول لحد، رغم ان فعلا ابونا بيكون مثلا وقته او في ناس مستنيه او وراه
حاجة أو مواعيد أو حاجة، لكن مع ذلك أبونا يعني ما بيصدش حد يعني، لأن دي من ضمن المسؤوليات بتاعت أبونا، إن هو يعني لا يرد تائبا يعني. فبس الإنسان يراعي زي ما بنقول يعني، بلاش حتة القصص بقى والواحد يقعد يحكي قصص، يقول لو في حاجة تعباه وحاسس إن هو عايز يقولها عشان يرتاح، ما فيش شك يعني، لا قوله كل حاجة وأبونا هيسمع، بس زي ما بقول بقدر الإمكان نحاول نختصر يعني. شكرا يا بتسابون. اوكي يا بابا. في أي سؤال تاني يا جماعة؟ يا ريت نعود ولادنا على الاعتراف من سن صغير، يعني دي بتبقى حاجة حلوة من سن 8 سنين يعني، من ساعة كده ما نحس إن هو بدأ يدرك كده، عشان برضو لما الولاد بيتعودوا على السر ده من الصغر بيبقى سهل عليهم لما يكبروا في سن مثلا مراهقة أو في سن شباب، إن هم ممكن يلاقوا صعوبة إن هم يقعدوا مع أبونا. لكن لو اتعود من صغر وإن هو يروح يقعد مع أبونا ويتكلم معاه ويحس بمحبة أبونا ليه، لما يكبر شوية تبقى العملية عادي بالنسبة له، ويروح ويقعد مع أبونا وأبونا بيشجعه ويتابعه في الصلاة ويتابعه في الكتاب المقدس ويتابعه في لو بيعمل خدمة أو حاجة يعني، أبونا بيشجعه إيجابيا، لأن الاعتراف مش بس اعتراف عن الخطية ولكن اعتراف برضو عن التقصير في حياتنا الروحية إيجابيا، وده الأهم أو ده المهم، لأن طبعا بقدر ما إن احنا إيجابيا عايشين مع ربنا، بقدر ما السلبيات والخطايا بت إيه بت بتقل حبة حبة، لأن الإنسان بتبقى حياته مليانة مع ربنا. فحلو إن احنا برضو نشجع أولادنا من سن صغير، وده I think اللي الخدام بيحاولوا يعملوه في مدارس الأحد، إن هم ياخدوا الولاد كده فصل فصل أو مجموعة مجموعة، وتقعد مع أبونا يرتبوا مع أبونا ميعاد للاعتراف، فدي حاجة حلوة يعني، ويا ريت الآباء والأمهات برضو يعني يشجعوا الولاد على كده. ربنا كنت عايزة يحافظ أسأل عليكم. سؤال يا أبونا، معلش. اتفضل. هل الأب الكاهن لو في طلب منه يعني شهادة قانونية مثلا بخصوص حد من أولاده أو بخصوص موضوع هو يعني عرفه عن طريق اعتراف حد، بيبقى موقفه إيه في حاجة زي كده يعني؟ لا يعني بصوا، الاعتراف ما بيطلعش خالص، حتى لو عرف عن طريق حد، ما يعني أبونا ما بيطلعش أي اعتراف مهما كانت الأسباب أو لكن ينصح الإنسان يعني، لو إنسان مثلا جه قال له يا ابونا انا عملت حاجه يحاسب عليها القانون يعني، فينصحه يقول له حبيبي من الافضل ان انت ايه برضو تروح ويعني تعترف بالخطا بتاعك، ويعني حتى لو خدت عقوبته هنا ما تخافش، عشان ده يعني حاجه بتكمل التوبه بتاعتك، إن الإنسان يتحاسب على الغلط بتاعه، علشان يعني ربنا خلاص ما يحاسبناش بعد كده يعني، لأن التوبة والاعتراف مش بس مجرد الإنسان يقول خطيته، لكن مهم أوي إن الإنسان يصلح الخطأ بتاعه ونتائج الخطأ بتاعه، فدي يعني في مضمون التوبة يعني، مش معقول بس ان واحد يسرق سرقة زي ما قصص كده، واحد يقول له يروح في قصة كده، واحد مش عارف قاعد جنب ابونا يقول له ابونا حللني حللني، راح لطش الساعة بتاعت ابونا
وانا اللي ابونا قال له يا ابن ربنا حلك. وهو ايه فلا يعني لازم الانسان يصلح نتيجه الخطا بتاعه. عشان كده احيانا ممكن واحد يروح لابونا ويقول له ابونا يعني انا اخطيت عملت كذا 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 او خدت كذا كذا. ابونا اقول له طيب روح مثلا رجع الحاجه دي او روح اتصالح مع فلان قبل ما ايه قبل ما احلك او وهكذا. فابونا بيشوف بي يعني ودي مهمه او يعني اهميه هنا الاب الكاهن. يعني الاب الكاهن لما المسيح له المجد زي ما عاطف قال ادى للتلاميذ السلطان. هو المسيح ادى للكنيسه. ليه ادى للكنيسه؟ لان الكنيسه هو اللي ائتمنها على الاسرار. عشان كده زي ما قلنا في الاول ان الكاهن هو خادم السر. هو خادم السر خادم الاسرار. فهو اللي بيعلمنا ازاي ان احنا نمارس السر وفي ضوء طبعا تعليم المسيح. وفي نفس الوقت زي ما برضو الناس احيانا تقول طب ابونا يعني انت ما تقدرش تحللني ما انت ربنا اداك سلطان الحل والربط وكان ابونا يقدر يعني اي حاجه يعطي عليها حله. فلا ابونا بيلتزم من خلال القانون اللي المسيح له المجد حطه. عشان كده لما المسيح ادى السلطان للتلاميذ لان هو سلمهم علمهم وسلمهم فبالتالي اصبحوا هم الامناء اللي استلموا من المسيح التعليم بتاعته وبناء عليه الكنيسه بتمارسه. فلكن اي حد كده طب اي حد انت حبيبي استلمت ايه؟ هتسامح ولا تحل ولا تربط بناء على ايه؟ فالكنيسة استلمت ده من المسيح في من خلال يعني سر الكهنوت وبالتالي الكنيسة بتمارسه لان المسيح ائتمنها على هذه الاسرار. يعني من حقه يا ابونا ان هو يرفض الشهادة دي او يعني له حل في الكنيسة ان هو يعني يرفض ان هو مثلا يروح يشهد في المحكمة يشهد في القضية. ممكن ما يروحش ممكن ما يروحش يعني ويطلب ده في الانتخابات. في الانتخابات تلاقوا في خانة كده يقول لو انت ديانتك او عقيدتك تتعارض مع فكر الانتخاب ومش عايز تنتخب يعني الجماعة بتوع شهود يهوه مثلا لا يعترفوا بالحكومة الأرضية يقول لك دي حكومة من الشيطان فما يروحوش ينتخب فيقدموا اعتذار احنا مش هننتخب لأن ده بيتعارض مع عقيدتنا أو إيمان. فهنا في حرية الاعتقاد أو حرية العقيدة أو حرية يعني. لكن زي ما بنقول أبونا بينصح الشخص اللي حبيبي يستحسن أن أنت تروح تصلح نتيجة الخطأ بتاعك وتروح تعترف به وحتى لو في عقوبة تاخدها بفرح وعشان ربنا يبقى أنت كده كملت وتممت التوبة بتاعك. أتسمونا بعد إذن قدسك الموضوع ده قصة لطيفة قوي مشهورة بتاعت الشاب اللي اسمه مجدي ياسا مع أبونا مخائيل إبراهيم. مجدي ياسا ده كان محكوم عليه بالسجن نتيجة إن هم ظبطوه في قضايا سرقات. فلما اعترف عند أبونا مخائيل إبراهيم وقدم توبة وحس قد إيه بحضن ربنا المفتوح ليه وإن ربنا قبله فقال لأبونا مخائيل إن هو ارتكب جناية قتل أثناء السرقة يعني سرق بالإكراه وفي بعض السرقات قاموا بقتل الشخص اللي هما كانوا بيسرقوه. فأبونا مخائيل قال له أنت يا مجدي علشان الخطية بتاعتك تتغفر
لازم تروح تقول قدام النيابة اللي انت قلته لي ده. ففعلا راح واعترف بخطيته واعترف بالذنب والجريمة اللي عملها، والشخص ده حكم عليه بالإعدام. وفي صورة مشهورة ليه جدا سنة 54 لما كان واخدينه للإعدام وكانوا ماسكينه وعشماوي ماسكه عشان يعدموه، وهو وشه مبتسم وعليه فرح إلهي عجيب نتيجة إن أبونا ميخائيل إبراهيم كان بيشجعه إن هو لما نال القصاص الأرضي من خطيته فده معنى كده إن هو نال عقوبته الأرضية، وبالتالي هو له نصيب في السماء. وأعتقد إن هو شاف رؤية قبل إعدامه وشاف فيها الست العذراء وهي بتظهر له وبتشجعه إنه يكمل طريقه لأن له كرسي محفوظ في السماء. وهو لما اعترف ارتاح ارتاح، والراحة دي زي ما بنقول بتسهل للإنسان إن هو يكمل هذه التوبة ويقوم منها. فزي ما أنت بتقول يعني لما راح وارتاح وحس بمحبة ربنا دي سهلت لي وشجعته إن هو يكمل الطريق إن هو يروح يعترف فعلا. فالاعتراف له فوائد كتيرة، يعني فوائد روحية ونفسية وتشجيع يعني في نمو الحياة الروحية للإنسان يعني. سابونا كان في نقطة نسيت أقولها، كان في واحد قالها كتشبيه لطيف برضو، بيقول إحنا ما بنخجلش إن إحنا نروح للطبيب الجسدي ويمكن نكشف له عن مناطق معينة في أجسادنا ربما نخجل من الكشف عنها أمام الناس، ولكن لثقتنا في إن الطبيب ده قادر على منحنا الشفاء من خلال علمه ومن خلال معرفته فبنكشف ليه الأمور دي. فما بال إن إحنا نروح للأب الكاهن اللي هو الطبيب الروحي المؤتمن من الله على غفران الخطايا، وبرضه نكشف له عن جراحات نفوسنا، نكشف له عن المناطق اللي هي ممكن نخجل منها بس في سبيل ان احنا ننال الشفاء والغفران. انت فكرتني بحاجه يا عاطف، احيانا الناس فعلا تخجل تقول لك لحسن ابونا ياخد عني فكره وحشه، او ابونا بعد كده يبص لي يعني ب ب يعني ب... ب... بنوع من ال يعني عدم ال تقدير أو حاجة زي كده. ف يعني أأكد لكم أبدا إن بالعكس، أولا زي ما بنقول كلنا تحت الضعف، محدش يعني معصوم من الخطية حتى أبونا نفسه، وأبونا نفسه بيروح يعترف، فأبونا نفسه هو بالعكس ده لما إنسان بيجي يعترف وبيتوب دي حاجة بتبقى معزية جدا للأب الكاهن، لأنه بيحس بمشاعر التوبة للشخص المعترف، ودي بتخلي أبونا يعني قد إيه يعني عنده مشاعر توبة هو نفسه. يعني لما بتشوف واحد كده قدامك تايب دي بتخليك انت نفسك تبكت نفسك اكتر وتقدم توبه لربنا اكتر، لان ده ابوك، ده ابوك. شوفوا انت ابنك مهما عمل انت بتحبه وبتشجعه وبتديله من خبراتك وبتحتضنه وهكذا. فده جمال الكنيسة على فكرة، يعني ده جمال كنيستنا، علاقة الأبوة، الأبوة اللي بيننا وبين ربنا، والأبوة اللي في الكهنوت في الكنيسة حاجة جميلة جدا جدا. ربنا يحافظ عليكم وبارك فيكم. معلش يا بونا أنا عندي سؤال. اتفضلي بونا. طب أنا مثلا على مثلا لو جزء من كلام مريم إن إحنا نعترف برؤوس المواضيع وكده، بس لو أنا اعترفت مثلا برأس موضوع يعني بعنوان بس حاجة كده
عن قصد ان انا مثلا مش عايزه اكمل، او مثلا خلص. في نقطه عمر معينه، عمر ما ابونا هيحرج حد. بس دي تعتبر توبه ولا قدام ربنا انا بضحك على نفسي؟ لا 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 لا، توب. ما دام واحد خد حاجه، سرق حاجه، خلاص هو سرق، مش لازم بقى يقول له مثلا انا سرقت ايه وامتى وازاي وعملت ايه وسرقت مين لا، هي الخطيه هي السرق، خلاص انا سرق. ابونا يقول له بس حبيبي حاول ترجع الحاجه دي او بتاع، وبس كعلاج لكن زي ما قلت عمر ما ابونا هيحرج حد او هيساله اسئله يعني تسبب اي حرج لي. فما بتقليش يعني اي حد منكم اعترف او يعني يروح يعترف وحس ان ابونا لا طبعا. بيحاول ان هو يعني يخش في تفاصيل ما لهاش لازمه. هي قصدها يا ابونا، هل هي قصدها ان هي بتخبي حاجه، الحاجه دي ممكن تدينها بزياده فعشان كده هي يبقى كده غلط بالنسبه لها يعني، مش كده ولا ايه؟ هي قالت مظبوط. يعني انا قلت حته مثلا بس ما كم يعني مثلا زي دينا ليها يعني مثلا. يبقى هل دي توبه؟ بتسال هل دي توبه؟ لا ما فهمتش، معلش يمكن انا ما فهمتش. يعني انا مثلا زي مثلا المثل اللي قاله استاذ عاطف، ان انا مثلا لو حد سرق وقتل، بس قال ان انا سرقت بس ما قالش مثلا ان هو قتل، بس قال ان هو سرق يعني. لا طب ما هو يقول برضو الخطيه الثانيه برضو كعنوان يعني من غير تفاصيل، بس يقول يعني برضو الخطيه يعني السرقه حاجه والقتل حاجه، فدي خطيه ودي خطيه. بس زي ما بقولك يعني مش لازم يقول تفاصيل يعني، لكن يقول عناوين برضو. أصبونا أعتقد أن ممكن رهام يكون قصدها مثلا إيه، يعني مثلا ممكن واحد يشتم فيروح يقول لأبونا أنا شتمت، لكن ممكن يكون حجم الخطية أكبر لو الشخص اللي هو شتمه ده مثلا كان والده أو والدته، أو لو الشخص اللي هو شتمه ده كان شخص مثلا مسؤول في الكنيسة مثلا يعني. فهي قصدها ممكن الواحد يخجل من أنه هو يقول تفصيلة معينة ممكن تعبر عن حجم الخطية، ممكن يكون فيها توبة كاملة، أن هو ما خجلش أنه يكمل اعترافه ويقول حاجة ممكن تدينه بزيادة. بالظبط هو ده. لو هل شتم ممكن أبونا يفهم مثلا في دماغه أن الشخص ده ممكن يكون شتم واحد صاحبه مثلا، لكن هو في الحقيقة لا، هو شتم لا حاجة كبيرة يعني، مثلا زي مثلا حد أهان والدي أو واحد مثلا أهان شخصية من الإكليروس مثلا. فطبعا يعني مش عارف رأي أسك إيه بصراحة. يعني زي ما قلت لكم في الأول، المبدأ إن أنا أحاول أطلع الحاجة اللي تعباني من جواي، فبقدر ما تحبوا تفصحوا عن التفاصيل إلى أن ترتاحوا مفيش مشكلة. لكن زي ما بقول لا، أبونا ها لكن أبونا هيعمل إيه؟ أبونا هيعمل إيه؟ ودي كمساعدة أبونا بقى للشخص في الاعتراف. أحيانا في خطايا بتبقى وراها ضعفات روحية، وراها ضعف يعني مثلا اللي بيشتم ده، فأبونا يقول له طب أنت شتمت ليه؟ هل أنت زعلان من فلان؟ هل جواك في غضب؟ هل جواك في عدم سلام؟ فأبونا بيدور، لأن كل خطية بتبقى وراها في ضعف روحي، ضعف ما. عشان كده السيد المسيح لما في الموابز على الجبل قال إيه؟ لا تقتل، لكن أما أنا فأقول لكم لا تغضب. فشوفوا القتل بيبتدي بالغضب. فالواحد أبونا يسأله يعني، أو بيحاول إن هو يشجعه أو يعرف يوصل
معاه ايه سبب الخطيه، يعني ايه اللي عشان يساعده ازاي ان هو يطلع منها وما يكررهاش تاني. فدي الحاجه اللي ابونا بيساعد بها الشخص. واحد بيشتم يقول له لا مثلا دايما صلي، واحد بيتنرفز من شخص او حتى وهو بيسوق يقول لك ابونا وانا سايق اتنرفز وبلاش في ده واشن. طب حبيبي ما انت جواك في غضب، جواك في عدم سلام، ايه اللي تعبك؟ في ايه تعبك؟ في حاجه جواك كده مش مريحاك. فابونا يبتدي ايه بيدردش معاه علشان يوصل معاه لايه المصدر او السبب اللي مخليه بيكرر الخطيه دي. فده يعني الحاجه اللي ابونا بيحاول ان هو يشجع بيها الشخص في الاعتراف، ودي حاجه بتبقى في شكل مريحه يعني. ربنا يحافظ عليكم ويبارك فيكم. شكرا يا ابي. صلواتكم ربنا يطمن عليكم. الموضوع الاسبوع الجاي ايه يا عاطف؟ انا ما وصلتش الحياه فيه. هشوف يقصبونا وهابديت قصك باذن ربنا. خلاص ربنا يخليك، وان شاء الله الولاد هيسمعونا حاجه المره الجايه يا جماعه. مارتينا مشت. خلاص ابعت لها بقى. طيب ميلاد موجود ومارتينا، عايزين ماكاريوس وريهام أنتوني وأبانوب. ها أوكي، إيه رأيكم المرة الجاية هيبقى بإذن ربنا ثالث يوم عيد الصليب، فإيه رأيكم نحفظ مرد صغير كده لعيد الصليب؟ إيه رأيكم أبعته لكم؟ ماشي يا أستاذ عاطف. الولاد يحفظوا مثلا بعد اذن قصك يا ابونا مراد ايفول هيتين بفستافروس اللي هو ده جميل، ده مراد بيتقال في دورة الصليب، مراد سهل وبسيط بطريقة فرصة. انت فكرتني بحاجة عاطف، احنا ان شاء الله هنعمل دورة الصليب بتاعت عيد الصليب، هنعملها يوم الحد في القداس الحد الصبح، علشان الحد يعني كلكم قاعدين في البيت واجازه وكده، عشان هو عيد الصليب يوم الاثنين، يبقى في قداس يوم الاثنين، بس قلنا نعمل الدوره الحد على اساس تقدروا تصحوا تشوفوها، علشان انا عارف في ناس بتنزل شغل فيمكن ما تقدرش تشوفها يوم الاثنين، فقلنا نعملها الحد تاخدوا بركه الدوره بتاعت الصليب ان شاء الله. وهتبقى في عربي وفي انجليزي عشان الاولاد يقدروا يحضروها. احنا هنبتدي بدري شوية على مثلا سي ساعة 7:15 كده ولا حاجة، بس هو anyway يعني دورة الصليب سواء حد او اتنين او تلات كانت هتبقى بدري يعني، علشان بتبقى قبل القداس يعني، فقلنا الحد هتبقى مناسبة اكتر وتبقى في فرصة اكتر ان انتوا تحضروها يعني. بس انا قصتك طيب اتصوني. وانتم بالصحة والسلامة، ربنا يحافظ عليك ويدع عليك لأن بخير، ولربنا كل مجد وكرامة من الآن ولظهر الدهور كلها. يلا انتم بسلام، سلام ربنا يكون معكم. أروح تقريبا يا أبي. شكرا يا تسابونا، ربنا يعوضكم.